ومعنا عبر الهاتف الشيخ عبد الخالق العزاوي، عضو أو النائب عن كتلة المشروع العربي في مجلس النواب. شيخ عبد الخالق، بالنسبة لحملة التطهير والتعقيم التي بدأت في ناحية المنصورية، هل ستستمر على بقية الأقضية والنواحي في ديالى؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، ونسأل الله أن يدفع هذه الغمة عن هذا البلد وعن جميع المحافظات العراقية، وإن شاء الله أمن وأمان على العراق والعراقيين. يعني حقيقة هذه الحملة بالجهود المتيسرة لنا شخصيا ولقطاع صحة المنصورية بإشراف مديرية صحة ديالى، تم شراء قسم من المواد المعفرة، مادة الفارجون، وتم تأثير دوار الناحية وسوق الناحية على اعتبار أن هناك إصابة في مشكوك فيها كانت في ناحية المنصورية في حي الأقصى تحديدا، ومن ثم تم تأثير كافة الأحياء والشوارع. وهذه الإجراءات هي إجراءات احترازية بتشكيل فرق من خلية الأزمة، بتوجيه خلية الأزمة وتوجيهنا المباشر من عدة دوائر، منها الدفاع المدني، منها صحة المنصورية، منها مديرية الشرطة، ومنها افواج الحشد اللي موجوده في المنصوريه، فوج حمرين، وبمساعده كافه الاجهزه الامنيه، وتمكنا من تاثير الناحيه وقسم من القرى المشكوك فيها. والحمد لله اليوم يعني دياله تخلو من بالنسبه للحجر، تخلو من المرضى، لانه حاله ابنه توفت في الحجر وهو يعني عمره كبير جدا وكان يشكو من عده امراض، ولحد الان ما تبين لنا من التحاليل ما رجعت من بغداد حتى نعرف انه تم اصابته بهذا المرض من عدمه، اما الحالات بالمنصوريه كلها خرجت من معافاه، ومن خلالكم نطمن اهلنا وناسنا في دياله وفي ناحيه المنصوريه تحديدا على خلو الناحيه من هذا المرض. وايضا من خلال قناتكم الموقره نطالب اهلنا بالالتزام بتعليمات خليه الازمه والتقيد بتعليمات وزاره الصحه، وايضا التقيد بحالة الحظر، لأنه الحظر شيء ضروري ومهم جدا للناس، والأخذ بأقصى تدابير الاحتياط من هذا المرض. لذلك السؤال شيخ عبد الخالق، إلى أي درجة أهالي ديالى يعني ماخذين الموضوع جد وملتزمين بتوصيات خلية الأزمة؟ طبعا الموضوع جدي، احنا من الناس بنشوفنا لابسين الكمامات والقفازات حتما تعتبر هذا الموضوع جدي، وعدم التنقل بين المناطق هذا الموضوع حقيقة أيضا يكون جدي، للناس أغلبها ماخذ الموضوع بجد، لأنه رأينا ما رأينا من خلال الإعلام أغلب الدول ضربها هذا، ودول متقدمة طبعا ضربها هذا الفيروس الكورونا فيروس، واليوم إمكاناتنا المتيسرة تكاد تكون محدودة إمكانيات البلد، ونسأل الله أنه يدفع هذه الغمة عن هذه الأمة. ايضا لدينا اجراءات احترازيه في السيطرات، يعني اليوم قطاع المنصوريه يعني اتى باجهزه، جلب اجهزه من بغداد، اجهزه الفاحصه ونوعيه متطوره، ووزعناها على اربع سيطرات في مداخل المدن، مدخل ناحيه السلام والمنصوريه، وايضا من اتجاه العظام، وايضا من اتجاه المقداديه وسيطره المركز. وايضا في هذه السيطرات بقينا بها الماده المعفره لتأثير المواد اللي تحمل المخدر وتحمل اسطوانات الغاز، وايضا تدقيق كل المواطنين الداخلين الى الناحيه، وهذه كلها اجراءات احترازيه، وان شاء الله تكون الناحيه ودياله ان شاء الله سالمه من هذا المرض. شكرا جزيلا. نعم. الشيخ عبد الخالق العزاوي، النائب عن كتله المشروع العربي، كنت معنا عبر الهاتف.